حياكم الله من جديد ويا اهلا وسهلا فيكم. اليوم احنا عندنا مبدعه مميزه راح تتكلم عن الازياء وراح تتكلم عن عالم الازياء وما شاء الله عليها لهب الازياء. لارا الحميدان كيف حالك؟ طيبه مبسوطه اليوم؟ اليوم انت بتتكلمين عن الازياء؟ وش معنى الازياء؟ ازياء يعني ملابس. حلو. ملابس موضه. كل ما تجين تشترين ملابس تفكرين انها موضه. ايوه. وتشترينها اذا ما كانت موضه لا تشترينها. اذا ما كانت موضه. أيوة. يعني مثلا لو رحتي محل بريلين وشفتي تنوره ما تاخذينها؟ اذا لقيتها موضه اخذها، اذا ما لقيتها ما لقيتها موضه ما اخذها. حلو. يعني قصدك مثلا رحتي محل لبس قصدك ناسب. حلو. بعدين يعني اذا مثلا مو بريالين رحتي حلو صالح رحتي ايش عندهم؟ لا بدون ما تقولي ماركات لو سمحتي. بدون ماركات يعني قولي مثلا رحتي ماركات مثلا رحتي ماركه ثانيه. مثلا اذا رحت سوق مثلا قولي خلينا نقول مثلا رحتي بلو ايج يعني لا كلامي لا تقاطع كلامي. يلا يلا تفضلي طعمك سمي طلبك سمي طلبك يلا تفضل يا طويلة العمر. يعني اجيب ملابس اشوف ملابس اشوفها موضه اخذها ما لقيت انا. ممتاز. طيب الازياء اليوم مثلا الازياء بس للحريم بس؟ لا وفي اطفال. ايه طيب تتكلمي معها؟ بتكلم عن ايش؟ الناس اللي جو يشترون ملابسهم لازم يشترون مو بموضة. قيميها انت يا لارا قيميها. انا عليه السلام. يلا لازم 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 تجيني شكلك. اذا كان الناس يروحون السوق لازم يختارون اللبس اللي يناسب. مو تجيني واحده لابسه تنوره ورديه وبلوزه زرقاء ولابسه سوارات خضراء. حلو. وبكلتين برديه. وش طلعت امها الحجيه؟ لا ما يا حبيبتي الله يعطيك العافيه. احنا مو كنا مو احنا نتكلم كذا مو بعنهم يعني عن ناس مو كذا. حلو. الموب. فلازم يكون لبسه مناسق منسق عادي ينفع كلمات بيضة و... طيب انت الحين ملابسك كيف؟ انت كنك ماستر وحق ذاك اللي يقول عرفتي؟ بس واقف اعطوها بالله عصا اثنين وخلوها تجلسين عندنا وتسوي كذا. دورا مينا سولا مينا. قومي يلا سوي قومي قومي يلا. لا مو انت انت لابسه تنوره الله يعطيك العافيه. انا تعالي تعالي يلا تعالي يلا 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 بس وقف هنا يلا سوي يلا يلا تغني معاي يلا 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 كلكم كلكم يلا يا تعال ادوسوا. طيب تعال ادوسوا يلا اقول لكم شيء يا هولا لارا يلا صدقوني صدقوني ان الاولاد احسن منكم هادين مرتب. ايش رايك يا عبد الله في كلام البنات اليوم؟ ها ايش رايك بالله؟ ما يخصني شيء. ها سامع؟ ما يخصني شيء. قلت اليوم ما يخصك يعني؟ اسكت. قال نسف جلسه. كفو سعود كيف كذا؟ ها؟ وانت عبد الله كيف ايش رايك بالله في شوي مزعجين مزعجين صح؟ ما يخصني. طيب اقول بقول لك شيء يخصهم سواليف حريم لعب حريم مذكر غير مؤنث يعني حطه بمخك. طيب اجلس شوي. مذكر ملابسهم بطلات. بقول لكم شيء ترى عبد الله وعبد الله يتابعون البرنامج فلما جو قال شوف يا حبيبي اذا فيه يعني معاك هذول البنات المزعجين ترى احنا نستاذن يعني هم جايين اليوم يعطونا يعطونا اليوم قيم جميله. واحد يتكلم عن السياسه، واحد يقول ما شاء الله انا ابغى اصير امام ويهتم بالدين، ما شاء الله واحد يهتم بالسياسه. كذا يا ابوي ما تزعجتوهم اليوم. ايش رايك يا عبد الله؟ بس مو كذا. ايش رايك يا عبد الله؟ ايش تقول لهم؟ ايش تقول لهم يا عبد الله؟ يا ابوي رجعت مخي خلاص اجلس. وش تقول يا عبد الله؟ يا اخي خلاص ممكن تسكتون شوي. يلا ابغاهم ايش يعني يسكتون شوي؟ شلون؟ يسكتون شوي. ابشر طال عمرك. وانتم لازم تشغبون شوي. تأدبون ترى حتى الاولاد مشاغبين بالكوره. ترى حتى الاولاد مشاغبين بالكوره يدون يكسرون. شوفوا اقول لك شيء يا تمارا، انتم هبلتوا حتى لارا شبكت معاكم. صارت زيكم. طيب الحين جاي اتكلم على زياد قلبت. ما في بيضر.
لحظة جاي تتكلم على أزياء البنت قلبت ترجيم، قلبت ترجيم المخدات. ترجيم. إيش سالفة؟ حمودي حمودي إيش رأيك في الإزعاج اليوم اللي صار؟ حلو سماعات في جرذانة. فقعدنك؟ بسم الله عليك يا شيخ وديك الدكتور. وسوالك سوالك؟ دخل المسمار في الدكتور. لحظة يا خولة سوالك؟ خلاص. فرانة ودهم يسكتون. ودهم يسكتون. زعجوك يا قلبي؟ والله شكل طيب يعني ايش تقول لهم؟ ها؟ مزعجين. ها؟ مزعجين. مزعجين. وانت يا يارا يلا يارا. ايش رايك اليوم؟ يعني ايش رايك؟ انت بنت بس اليوم اي طبعا يارا ما شاء الله برستيج اليوم جاي معانا مر سعادة اي برستيج مرة شوف كيف تنظركم؟ شوف ايه شوف شوف شلون شلون ردي ايش تقولي لهم اليوم يا يارا؟ حاي انتم تتدبون شوي يا خولة خلنا اسكتي شوي اسكتي اسكتوها اسكتوها شوي لحظة يلا اسمعك يا يارا ايش تقولين؟ حاول انكم تتدبون شوي يعني حسنا يعني اقد زين تتدبون صفت جبهتكم اليوم يارا تقول لكم طال عمركم ممكن تتأدبون طيب عبد الله يا عبد الله انتم اليوم اول مرة تمرون اتوقع في يا رفيف اجلسي لا الحين يمين بالله لعلقك بدال الكريم هنا يلا اجلسي والله عبد الله اليوم كميه ازعاج قاعده تصير هنا في البرنامج ايش رايك انت؟ يعني صدق صدق عطنا رايك خلي اللي ما يخصك انه البنات بس انا عطني رايك يعني تلومني وانا اعصب تلومني بالله قل له بسعود قل له بسعود كيف شعور لما تكون هنا موجود؟ انا اسفه بطلع من استديو شوي اطلعي يلا تفضل طال عمرك تقدرين تروحين ترجعين ايوه تروح ترجع تفضل يا عبود يلا والله ما الومك مع ذا الازعاج ايش رايك؟ وش حسيت الحين؟ صدعت ولا لسه؟ ممكن اسمع بس بعدين ارجع لك ها؟ من زمان مصدق صدعت من زمان طيب وش تقولوا ممكن تقدموا نصيحة؟ يا اخي انا تعبت من كثر ما قدموا لهم نصيحة ها؟ انا يلا قول يلا 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 ترى بطلعك مع ميرال ورند يلا لا تتكلمون الا لو يلا جاء وقت تتكلمون اسمع شو يقول سمعت شو يقول لكم ما تتكلمون ممكن هدوء شوي ممكن هدوء طيب نروح الفاصل نرجع لكم بعد الفاصل نكمل وياكم فقراتنا خليكم معنا